راه كيفما ميداليه ديال البقالي فرحاتنا وفرحات سيدنا وكيما المنتخب الوطني خد البرونزيه ومشى للكارت فينال ديال كاس العالم الى اخره. والله الا نبشر بالخير وكنفرح والقلوب ديالنا كتقشعر ملي كنشوفوا الدرابو ديال المغرب يرفرف واخا عند الانسان ما عنده شي. شوف راه بلادنا هادي وحكومتنا على راسنا وعيننا، المواطن المغربي الوعي ديالو تطور. بمعنى خصهم يراعيوا الوعي ديال المغاربه، ما يستحمروهمش. الناس راه ولات كتقرا دي جورنال اوروبيان، الناس راه الفيسبوك وليتي واخا تكون امي راه الفيسبوك زادك في النماء الديمقراطي النماء الذكي، فما بقاوش يستحمروا المغاربه. واش حتى وزير كتاخذ 7 مليون وعاطي له واحد سيكيورتي ب 48 الف ريال كونترا ما يديرش فيهم عمرو يترسم بالثمن هذا. الناس 48 نمشي معاك دابا هما 12 كاينين كيمشيو 70 12 ساعة يمرض ما يجيش يجيبوا واحد اخر بلاصه. فما يمكنش انت وزير الله يزيدك من فضله 7 المليون او 10 المليون وفلان تريت كتاخذ 7 المليون وشوف الاموال ديال الهضر المال العام فين كيمشي الله يزيدكم. ولكن تهلاو في الشعب كلوا وكل وكلوا وكل عندكم مداخيل تبارك الله. واش الحوت ديال بنادم كياكلوا البراني بقل من الثمن عندنا في اوروبا؟ الغنمي ديال بنادم ديال بلادنا كيدير 80 درهم الليل. ما عرفتش كيفاش زعما ما فهمتش انا واش ما كاينش منكم رجل رشيد؟ الناس راه تعاني في صمت، الناس راه مفرشين مساكن في الارض، الناس راه مساكن دايرين تريبورتورات ودايرين مقاتلين. هذا هو المغرب الحقيقي، هذا هو المغرب الحقيقي، هذا هو المغرب اصاحبي. شي فور تاكسي راه عايش مياوين، شو عايش مياوين. شوف هذا الوضع هذا غادي يتغير مع قرب القرب ديال انشاء اكبر ملعب نجاوبوك على هذا السؤال. عاود رجعوا لك محمد ديال الدار البيضاء هذا، يعني ما غتبقاش هذه العشوائيه هذه، عندك عمل في هذا الشيء. وهي صراحه باش غادي ترمم واحد الجانب بحال غادي تغسل بحال انت فك القشره في شعرك وغدير جيل وتخرج، ما يمكنش. خصك تمشي دير شامبوان وتغسل وتمشاط عاد دير جيل. ولكن ماشي مشكل الا كانت غتفيد البلاد ونعاودك بشي محسن، ماشي مشكل. بلادنا هذه انا نعطي لبلادي اللي بغات. كاين التراضي كاين التعويض، غيدار واحد التظاهره غترد على البلاد الخير والبركه ويوصل. وقع لينا بحال الصبليون ملي نظمات كاس العالم وازدهرات اذا نكمل الموضوع. اذا ذكرنا بالحوار ديال المدينه، ما رايك في مدينه المحمديه وما رايك في هذه الظاهره اللي كاينه ديال الكلاب الضاله ويعني الحدائق يعني اللي كانت متنفس للمواطنين والساكنه يعني في حاله هذا دور يعني شنو غتقول لنا انت؟ انا غنوصل واحد الخطاب للجمعويين. الناس الجمعويين اخويا هما الوظيفه ديالهم. كيمشيو كياخذوا ترخيص بجمعيه وكيكون منح من الجماعه وكذا وكاين محسنين. فين هي جمعيه البيئه وجمعيه الحيوانات وجمعيه علاش ما يجيوش هما؟ علاش ما يجيوش هما ويدخلوا ويعيطوا على عندهم اتصالات مع ناس مسؤولين ويشوفوا الكلاب وهذا يديروا لهم شي حل. انا ما كنقولش يقتلوهم وانا ما كنقولش انهم يديروا لهم اباده. كاين واحد الطريقه علميه الاخصاء باش ما يكثروش بزاف. كتشد الدكار ديال الكلاب كدير ليه الاخصاء ما كيبقاش يتوال، واخا هي شويه مع الله سبحانه وتعالى، ولكن المهم تكون بعد حد لهذ الكثره ديال هذ الكلاب. لان الناس هنايا في اي درب شعبي كتلقاه معضوض في رجله، اي دريه تلقاه معضوض في رجله. كنتي بالليل تخرج تبغي تلوح حتى الطارود زبل ديالك ما تلقاش ما تقدرش. واخا ننتقلوا للبيئه ديال الحدائق. الحدائق اخويا راه ولاو ولا داعي لذكر الاسماء المتعاقبه على المجلس البلدي. فين هي الجماليه ديال مدينه المحمديه؟ لا ما بقاش، ولاو دي زافير اصاحبي. اي بلاصه ديال اللي خضور غتمشي ما غيبقاش فين تحط ودني. اش كيقولوا؟ كيقولوا بان النباتات في النهار كتعطيك الاكسجين وبالليل كتاخذ الاكسيد الكربون. راه حتى في البيئه تحداوها ما بقاش. نرجعوا لهذا الموضوع ديال الغلاء. كما كتعرف العيد كبير ولا الحوي غالي. الدجاج ولا الثمن ديالو مرتفع، اللحم ولا فايت 100 درهم، هادشي ما كانش في الفتره ديال العام هذا. واش هادشي غيبقى بهذا الشكل هذا؟ ولا غادي نشوفوا شي انخفاض؟ غادي يجي الوقت اللي غادي نعاودوا نرجعوا نشوفوا اللحم ب 800 الكيلو 50 درهم الكيلو، غادي نلقاو الدجاج ب 10 درهم ولا 140 الكيلو. انا كنقول وقيلا قضيه المقاطعه اللي دارت على خصنا نمشيو نصليو العشاء ان شاء الله. قضيه المقاطعه خلات بعض المسؤولين انهم يقولوا ما نبقاوش مبازين على السوق الداخليه، حيت واحد النهار غيوقفوا الشركات ديالنا. فتحوا اسواق اجنبيه. دابا تتقاطع الدجاج مبيوع، تقاطع اللحم مبيوع، تقاطع اللي بغيتي ما عندهم ما يديروك. كيعطوك واحد الفتاش كتلهى به. ولات سوق اوروبيه، سوق اجنبيه، سوق افريقيه، فيها فين كتبيع كيكون تصدير لهاد المنتوجات. كنظن بان غتزاد تغلى. الزيتون راه ما كاينش، الجفاف راه ما كاينش، الزيتون غتولي ب 4000.
الغنم راه يقدر العام الجاي يشري بمليون ونص. كنقول لك بان شوف المغربي هنا راه خصو يلقاو ليه حل. يلقاو ليه حل عاجل. السميك راه طايحه صاحبي. راه ما يمكنش بنادم 48 ساعه 48 الف ريال وبغيتيه ياكل وبغيتي يكون جسم سالم يكون عنده البروتيين يكون عنده الكالسيوم والمغنيسيوم هو ما كياكل لا الحمله الدجاج راه كاملين فيهم فقر فقر الدم. المغرب غيولي من بين الدول المكلاسيه لتحت غنوكلنا قبوره غنموتوا. وكيفاش زعما بنادم كتعيط عليه دق اللقاح ديال الكورونا تعيط عليه استجب للوطن ولكن ما كتعطيش ما ياكل وما يشرب. السيد راه بلا ما تعطيه اللقاح راه ما يتواقف هيكل عظمي. نكونوا منصفين يا سيدي. ديال الاخروج دارت مبادرات من الكروت كاين حاجه ندير بحال مثلا ديال الدعم ديال 500 درهم نستافدوا منه الطبقه الهشه. هذاك الدعم هذاك الدعم اخويا ربما لو انني انا تشاوروا معايا ولا تشاوروا مع الناس العقلاء يخليوه ليهم ويخليوا البوطه ب 40 درهم ويخليوا الدجاج ب 20 درهم واللحم ب 80 درهم هما ياخذوا 500 درهم من الاحسن. ما تعطينيش فلوس عطيني من ناكل لان الفلوس اللي كتعطيني والمعيشه طالعه ما نقدرش نديروا واحد التوافق. ما تعطيشيني 10000 ريال ولكن كنمشي كنولي ضاربه في يومين. نمشيو ان شاء الله ضروري. من ادرك ركعه فقد ادرك الصلاه. المهم عجاله نحن نتبشر بالخير ونتمنوا ان هذا العام اللي بقاته لعام ونص الحكومه تدارك بعض الاخطاء ديالها ولا بغات تاخذ شي ولايه اخرى خصهم يبينوا ونقولوا الاخر مبخر. اي 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 حكومه عندها عثرات وحنا معاهم ان شاء الله بالدعاء الله يصلحهم الله يرد بهم سي عزيز الله يرد الله يصلحو الوزير العدل تا هو يتراجع على بعض الخرجات ديالو وحنا معانا لا نريد الفتنه. الله الوطن الملك يعيش الملك ديالنا وحبيبنا والثقه ديالنا كامله فيه يراقب الحدث عن بعد ولعل وعسى الحكومه تراجع وتحاول انها ترد المواطن المغربي العز والكرامه ديالو ان شاء الله. شكرا.